روح البيت اصلح شاي كلام وداعا يا دينا واحد سلام لو طلع كلام الله يبارك فيك طالع نشر الله يبارك فيك ما راح اشرع على الخصم ما راح على القضيه ما راح خرب قضيته بنفسه سويلك انت لا سويلك انت ما تدري انا منو شوف شوفوا بقول لكم شيء واحد ايوه ما تبون حكم ناخذها الا لو هي قالت سحر قالت سحر هي قالت سحر سحر قالت جيبوا مستوى تعالوا سحر قالت سحر قالت حرام عليك والله ما قلنا شيء سحر قالت ان جيبوا مستوى تعالوا احنا قلنا مستوى الحين يلا لعبوا في الوارع لا حرام عليك تبين تلعب ما عندهم مستوى ولا تندل كيفك لوزرز من جد لوزرز شاب يو جايز اذا تحدثت تكلم العربي لا تكلم معنا انجليزي الشابر فايس وكان طالبه من ماك وين وين ما يمديني ما يمديني ما يمديني فلت شعرها وانت ذروك انها الليل هذا يمدح هذا شكو من لا انت بلاجت انا مري 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 سحر سحر تم شلونك بخير الله يسلمك انت وايد حلوه شو بتسوي بعد قلب عيونك الحلوه انت صدق جميله كذي مريم لا تكلم انت اقعد اتكلم مع سحر سحر تم مو قلتوا جيبوا حكم مستوى تعالوا اي حلو الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا يمه زين الغداء جايين احنا ايه طالع المراه الحمد لله ابغى اتكلم هلا خالي ذيب حقكم ايه الثاني ايه صدق ما هو مشاع انا ما قلت الحكم الثاني هلا والله انت قاعد انا جيب مستوى انا راح اجيب مستوى يعني ملاحي بلعب الحين احنا معنا مستوى معنا مستوى الحين بيزقط واقفين عند على كامل خليهم يتكونوا اللي يمشون احنا الحين موجودين الحين خلاص الحين لا ماني بلعب الحين اصلا الحين السيارات كلها كوابر واقفه لو تجيب مع بندر ثلاثه ما في فوز ابشر على ذا طرق اسمع لا تقول طرق لان فزنا عليك الف جوله لوزر يلا قفلنا ملفات لا تخافين من تعريتك سعود تعالي انت ما لك دخل بالعكس لبي ايش تبين عيون لا تخافين لا تخاف ما احنا نسوي لك شيء لا 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 الصراحه بسم الله عليك لا تخوفها لا 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 لا, لا, لا تخوف بسم الله عليك وضع طبيعي جدا بسم الله عليك لا خلي لا تكفين لا خلي بسم الله عليك خلي لا تهدين هدي هدي طبيعي جدا لا تخافين احنا اهل الثانيين ترى تحدي لا تخافين سلمى بسم الله عليك عادي ابشر بسم الله من عيوني بس بعد الصلاه بفتح بعد الصلاه تامر امري يا سعود اوكي 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 بسم الله عليك استودعتكم الله ملاحي سعود امالكم وصلوا تكفون صلوا تكفون يلا مع السلامه باي باي هاي ذكرتني اول ما تمسكني دوري وانا معي مطربوي قلت لك والله يخليك اسمع في اثنين يبون فيك شد ولا لا؟ ها؟ في اثنين يبون تراك انت صدق تراك انت غبي قد حتك الاخير يوم قلت طارق طارق عصب عصب الدار انا متعمد اقول طارق تدري ليش؟ تدري ليش؟ ليه؟ انا اقول شخص تحبه لازم ترفع ضغط اللي عنده لازم هالشيء هذا سعود ايش فيك؟ اسمع يا رجال انطقنا تقول انت شخص تحبه وين الحب فيه في الموضوع؟ في اثنين